السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم هو وجبة عشاء اللي كتجي رائعة بزاف بزاف، مكونين ما كتحتاج اللحوم باش كتجي بنينة، طريقة التحضير ديالها سهلة وكذلك المكونات اللي موجودة في كل بيت. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير وغادي نبداو على بركة الله. هنا غناخدو مقيلة غنديرو فيها جوج مطيشات محكوكين مع زيت الزيتون، غادي نزيدو هنا ثلاثة دروس ديال الثومة، غادي نزيدو كذلك هنا نص بصلة مشلضة صغيرة، كتبقى الكمية على حساب نتوما شحال دايرين. هنا غادي نزيد توابل اللي فيهم الملح، كتبقى على حسب الذوق، فلفل أسود أو الإبزار. غادي نزيد كذلك هنا شوية ديال البابريكا معلقة، كنزيد هنا جوج عريشات ديال ورق الران أو ورق الغار، كنخلط دوك المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط. كيف ما كتشوفوا هنايا ملي كطيب شوية كنزيد هنا كذلك معلقة صغيرة ديال مطيشات الحك، كنخلط هذا الشيء مع بعضياته وكنخليه حتى كيغلي شويه. كيف كتشوفوا معايا، من بعد في الاخير غنزيد شويه ديال القزبر والمعنوس. الشرموله ديالي كيف ما شفتوا ها هي طابت ليا، ما كتاخذش الوقت بزاف كيف ما كتشوفوا. وغندوز ليطاب التاليه، كناخذ هنا دنجال وكناخذ البطاطا كنقطعو شرائح كيف من هكا، كندخلو الفران غندير فيه زيت الزيتون وكيبقى لكم الاختيار. انا درتو في الفران، تقدروا لا بغيتو تقليوه لا ما بغيتوش، لا كان ما كانش عندكم الوقت وبغيتو تقليوه في ساعه قليوه، انا فضلت نديرو في الفران. زدت عليه هنا شويه ديال الفلفل الاسود وكذلك الملح، كندخلو الفران على درجة حرارة 180 من الفوق ومن تحت وعاد باش كنخرجو. من بعد ما خرجتو كيف ما كتشوفو غادي ناخد هنا واحد المول، غادي ندير فيه زيت الزيتون كيف ما كتشوفو ولا الزبدة اللي بغيتو، وكنحط المكونات. لا بغيتو هنا تفرشو صوص طوماط هي الاولى فرشوها، انا خليتها تحت الاخر. كندير بطاطا معها دنجال وكندير مطيشة، خديت هذيك البطاطا زدت عليها كذلك هنا شرائح ديال الباذنجان وزدت المطيشه. غنستمر على هذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا حتى غادي نكملهم كاملين. ها هو من بعد ما ستفت الخضره ديالي كيف كتشوفوا، غادي ناخذ هذيك صوص طوماط وغادي نديرها من فوق كيف ما قلت لكم، تقدروا تفرشوها حتى من تحت. صافي، وفران ديالي غيكون سخون كذلك على درجة حرارة 180، ما كياخدش ليا الوقت بزاف. وصفة سهلة بزاف وكتوجد بسرعة وكتجي بنينة وخا من غير لحوم، تقدموها سواء للغدا او العشاء. كيف ما كتشوفوا هنا زدت مازال قطيره من الفوق ديال زيت الزيتون، وهنا رشيت بشويه ديال الاعشاب المنسمه كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. كندخلها الفران حتى كتعاود تحمر ليا مزيان، وهاي كيف ما شفتوا بعد ما خرجتها كتجي رائعه بزاف بزاف، وكيف ما شفتوا معايا ما كتاخذش الوقت بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف وعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على المتابعه، ما تنسونيش من لايكات ومن التعليقات ديالكم. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.